مساء الخير. انت ايش جابك هني؟ ما انا قاعد اتوتر وخليك مبتسم عشان لا تنفضح. المحركات اللي قاعد تسوينها هذه هي اللي راح تفضحنا. انا بالعكس مفروض اني خطيبتك، يعني قعدتي معاك شيء طبيعي. اصلا انا اذا ما سويت كذي الكل بيشك. مساء الخير. هلا، مساء النور. ليكون قاعدين قاعدة حب وغرام ورومانسية وقطعت عليكم، ولا عادي أجلس؟ لا بالعكس، قاعدة أصلاً. أنا الرومانسية ما تدور عندي بالليل، رومانسيتي من 6 الصبح لي 1 الظهر. راح تقول لي أدري، ما تجي الرومانسية وما يجي الروقان إلا وقت الفطور أو وقت الأكل بس. أدري بتعلميني فيه. عاد شوي وكنت بسأله السؤال اللي بتسأليني إياه. حور مستغربة، ليش أنا اللي بلغتك بوفاة أمك مو أختك؟ يوسف، أنا مو قصدي طبعاً إني أتدخل بخصوصياتك، بس لا لا لا، بالعكس عادي. يمكن أنت اللي اختلطت على الأمور. أنا صح كلمتش عن أختي من قبل، بس اللي ما تعرفين إن هي ماتت وهي صغيرة، ماتت بالسكر. الله يرحمها ويغفر لها. معليش يوسف، أنا ما كنت أدري. لا عادي، ولا يهمك، صدق الله خير. لو أدري إنه بيزعل ما كان فتحت الموضوع أساساً. الحين فهمتي ليش هو ما كان يجاوبك؟ أتمنى إنك اقتنعتي بإجابته هالمرة. أنا آسفة، ما كان قصدي أذكرك بأختك. أنت شاكة فيني؟ شلون يعني؟ ما فهمت. ردي على قد السؤال، شاكة فيني؟ مخك صاير فيه شيء؟ وش ذا الكلام الفاضي يا يوسف؟ إذا تضايقت من أسئلتي يمكن هيفا انقرت لك صورة غلط. أنت تعرفني زين، أنا ما أشك بأحد، بس كل اللي كان هامني إني أعرف وش اللي قاعد يصير. يوسف لا تزعل مني، تعرفني ما أثق بأحد بالدنيا إلا أنت. أنت أخوي الوحيد. حور في سر مهم صار لازم أقول لك. طبعا تقوله، ولا تخاف من أي شيء بالدنيا. أنا ما أبي غير راحتك بس. الله، عشان زي أقدر أرتاح. يوسف قول، فضفض، طلع كل اللي بخاطرك، هذاني قدامك وأسمعك. أنا بتكلم عن شيء بماضي. أختي اللي ماتت كانت مثل غصة بحياتي، مستحيل أقدر أنساها. يا حبيبي، أنا ما أحب أشوفك كذا أبد. الله يرحمها واغفر لها يا رب. بعدين رب العالمين عوضك، بدل الوحدة صار عندك ثنتين. يعني تحسين كذي؟ طبعا، حنا خواتك وأهلك ودنيتك كلها بعد. وأحلى خوات بعد. أنتي وشهد بعزة أختي اللي راحت. والله يدري كثر أنا حاربت عشان أحميكم. تحمينا من وشو؟